هذا ما شاء الله تبارك الله طبق مقبلات الباذنجان صار جاهز بالمرة لذيذ، مو بشوي، بالمرة لذيذ. يأكل مع خبز ما شاء الله تبارك الله، من المقبلات الباردة المصرية اللي بالباذنجان. علينا وعليكم بألف عافية ما شاء الله تبارك الله. هلا والله وسهلا، حياكم الله جميعا. شوفوا خواتي، باذنجان هذا بسوي فيه أكلة تعتبر من المقبلات الباردة، لأن احنا كل ما دخلنا مطعم مصري تقدمونه لنا، ودائما إذا رحنا نطلبه. الآن بوريكم طريقته بإذن الله. شفتوا هذا الباذنجان الطويل، ولا الباذنجان العادي اللي عندكم متوفر ما شاء الله. شوف الباذنجان هذه، أول شيء نغسله قبل نقطعه، نغسله زين، نشيل هذا العرق الأخضر، شفتوا، نقسمه نصين، بعدين نقطعه كذا. نفس الشيء من غير ما تقشرونه، شفتوا، نقطعه كذا. تجيب ثانية، شيل العذق هذا الأخضر، شفتوا هنا، بعدين أقصه نصين. لا إله إلا الله، إذا كانت صغيرة لا تقصونها، إذا كانت طويلة قصوها. ها كذا كل الكمية، قصوا كذا لين تنتهي، بعدين أوريكم. شوفوا خواتي، قطعناه زي ما قلت لكم. اللي ما تبي باذنجان يشرب زيت وقت القلي، تنقعه تقريبا نص ساعة ماء وملح، نص ساعة تحط عليه ملح وموية وتنقعه، لا إله إلا الله، بعدين تقليه. شوفون ما شاء الله ما يشرب ولا نقطة ماء، ولا نقطة ماء. احنا بخليه نص ساعة ينقع بالملح والماء، وبعدين اصفيه واقليه. هذه الاشياء بفرمها فرم خشن، لا اله الا الله، بعدين اضيفها على الباذنجان مع شوي اضافات ثانية باذن الله. شفتوا هنا خلاص نقعناه نص ساعة ملح، كبينا الموية من غير ما نغسله ثاني مرة، نخلي الملح فيه. والحين نقليه، ناخذ، شوف انا حطيت واحدة للاختبار، ناخذ من الباذنجان ونقليه لين يصير احمر ومقرمش. نقسم الكمية هذه على دفعتين، الطريقة هذه انكم تنقعونه نص ساعة بملح، ما يخليه يشرب زيت ابد. انا قلت غلطت، قلت لكم ما يخليه يشرب ماء. الطريقة دي ما تخلي الباذنجان يشرب زيت اطلاقا، نقعوه نص ساعة بملح وماء بس، بعدين لا جيت تقلونه كبوا الماء بس من غير ما تغسلوه ثاني مرة. شفتوا هنا بدا الباذنجان يتحمر، بخليه شوي بس ياخذ لون وبعدين اطلعه. هذه الأشياء اللي بحطها على الباذنجان، شوفوا فلفل بارد ألوان، حطيت معه هذا نص حار، مو بحار مرة، بفتحه الحين وأغسله عشان تخف حرارته، مع أنه مو بحار هو. إذا أحمر وأخضر وأصفر، عصير ليمونة، تقريبا أربع فصوص ثوم، البهارات وشي، فلفل أسود وكزبرة ناشف وكمون وملح وكذلك خل، شفتوا الخل، احطهم كلهم بهالبلندر هذا، اطحنه عن طحن خشن ما شاء الله، حشيه بهن الباذنجان، احطه طبقه من فوق، وتمتعوا بألذ مقبلات ما شاء الله تبارك الله. شفتوا حطيت الفلفل الملون والثوم، لا اله الا الله، الحين احط عصير الليمونه، احط الخل اذا ملعقتين حسب كميتكم خل، وأحط البهارات، والحين أخلطهن سوا،
لا تنسون الملح، لا تنسون الملح. الحين اخلطهم بالبلندر هذا واوريكم شلون احشيهم. هذه كل الاغراض جاهزه، هذه الحشوه اللي طحناها، وهذا الباذنجان، وهذا الباذنجان الكثير. بوريكم بس كم حبه عشان تعرفون، بس عشان اكمل انا الباقي. شوفوا تاخذون بالملعقه هذه، ها تحطونه على الباذنجان، ها شفتوا؟ فهمتوا الطريقة؟ كذا لين تنتهي كل كمية الباذنجان اللي عندكم. ما شاء الله تبارك الله، طبعا ينوكل بالخبز، ما شاء الله تبارك الله يا اللذاذة. لا طبخ ولا شيء، من غير طبخ خواتي، كذا مقبلات باردة يحبه قلبت. هذه من المقبلات المصرية، دائما إذا دخلنا مطعم مصري يقدمونه لنا بالبداية، دائما نسأل عنه. ما شاء الله تهبل المقبلات، شفتوا شلون؟ شفتوا؟ كذا بكمل معكم باقي المقدار وبرجع بإذن الله، بس إن شاء الله تكونوا فهمتوا الطريقة بإذن الله. ما يبي لها شيء، ها